تعالى معايا يا مصطفى. حاضر. صباح خير. اجازة ايه تاني بس يا مصطفى؟ اسف يا فندم. ده انت اليومين اللي سبتني فيهم انا عملت فيهم الحادثه يا ابني. اسف والله يا فندم، ظروف فرح وقت. انا بس سمعت بالحادثه بتاعت حضرتك كده اطمن عليك. بس ده مش حل يا مصطفى، ده مش حل. انت عارف ان انا بكره السواقه جدا وبكره الزحمه وبحبش اجي شغل وانا متضايق يا مصطفى. هات الشكايه اللي عايزه تتمني وتعالي لي. شوف لي حل يا مصطفى، لازم تشوف لي حد. حاضر يا فندم، تحت امرك، احاول. استاذن حضرتك. اتفضل. بقول لك ايه؟ نعم. خليك معايا ساعتين النهارده كمان. حاضر، تحت امرك. ماشي. يا بهاء انا كويس. بعد ساعه؟ لا لا هجي لك بعد ساعه. طب قول لي الاول هي عامله ايه. طيب انا هروح بس البيت اخد شاور واجي لك. ها صباح الخير يا مستر مرار. صباح الخير. ايه الاخبار يا بهاء؟ هتفوق امتى؟ ما تقلقش يا مراد، هتبقى كويسه. طب هي شكلها بتفوق. هي مدروخة شوية بس الحمد لله على سلامتك. الحمد لله على السلامة. ايه اللي حصل؟ أنا يا ستي آسف، أنا خبطتك بالعربية وبعدين أغمى عليكي فجبناكي المستشفى. بس الحمد لله يعني أنت سليمة، في شوية كدمات في دراعك وخلاص يعني. سلامتك. صداع. دماغي. معلش عشان في كدمة جامدة بس في دماغك. صداع. اسمك ايه؟ دماغي. يا مدام انا بسألك على اسمك، انت سامعاني؟ شكلها لسه ما فاتش. اصبر. هو بيقول لك اسمك ايه؟ معقولة نسيتي اسمك؟ راشد بيه. اهلا يا باشا. فتون ايهاب باشا اللي حكيت لك عنه. اهلا يا كابتن. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. انا كنت عارف ان انت قلقان، دي اول مره تعمل معايا، عشان كده جيت لك من المطار على طول. تسلم تعيش يا باشا. اتفضلي يا هاني. تشكر يا اخوي، ده كريم وش. افتحيها. خد. افتحيها من تحت. هات هات هات. خد يا راشد.
احنا في كومباوند، انت هتفضحنا. لا ايوه صح. انا بقى كل سفريه ليا لازم اجيب هديه من دول لحبايبي. في كده يا باشا تعيش وتجيب لنا، ربنا يخليك لينا يا رب. يلا بس عشان السياح، يلا نطير. تعرف تركب من هنا ولا ايه؟ طبعا يا باشا. يلا طبعا. قلت لك انا 10 ايام اهو بالظبط وجاب الحاجه. تسلم يا باشا. يلا ربنا يخليك. يلا سلام يا كابتن. يلا يلا يلا. الله اكبر يا اخوي. ايوه كابتن شقو شويه. اقفل يا عم، مش عايزين فضايح. والله وهتلعب معانا يا بت. شوف يا طارق بيه، انا بعد ما روحت امبارح كلمني السيد مساعد وزير الداخليه وقال لي ان انزل اقابلك واشوفك عايز ايه. انا تحت امرك يا طارق بيه. انا بقالي 7 ساعات بلف من مكتب لمكتب، من مديريه لمديريه، ومفيش حاجه بتحصل. طارق بيه انا بقالي 2.5 سنين بنلف على الحكايه دي، من مديريات لاسياد لحواري، وبرضه مفيش حاجه بتحصل. انا ماليش دعوه بيك، انا طارق شاهين. بص يا باشا، انا ممكن اوصل لاي حد في البلد دي تتخيله او ما تتخيلوش، ممكن ادفع اي مبلغ بس البت دي تتجاب ويتقبض عليها. ايه ده يا طارق بيه، وركز في الكلام اللي انت بتقوله. انا مقدر ظروفك كويس وانا واقف معاك للاخر. الو، ايوه معالي الباشا. ايوه يا باشا تحت امر. انا مقدر ظروفك. ايوه يا طارق بيه معايا. ابنك ان شاء الله هيرجع. حاضر معالي. حاضر معالي. صلى الله. ماشي كده. اتفضل معالي. ده مساعد وزير الامن يوصيني عليك يا طارق بيه. انت اكيد اب ومقدر ظروفي، ارجوك سعيد يا باشا. البت دي لازم تتمسك، ممكن تقابل حد تاني وتضحك عليه برضه. شوف يا محروس، انا وزعت الصور بتاعتها على كل مديريات الامن، بس الواضح ان انتوا وقعتوا مع نصابه محترفه، حتى جوزها عليه قضيه قتل. يا نهار اسود. عارف يا باشا. يا نهار اسود. حسبنا الله ونعم الوكيل. ممكن تقومي معايا بالراحة؟ على مهلك، على مهلك. ها تقدري تقولي لنا انت اسمك ايه دلوقتي؟ دماغي هتفرقع، صداع. معلش الدكتور قال يعني حالة مؤقتة وشوية شوية هتفتكري كل حاجة. الدكتور قال كمان ان انت عندك طفل صغير، حاولي كده تركزي تفتكري اسمه ايه. ايوه اي حاجه هتفتكريها يعني هتسهل الموضوع، يعني مثلا عندك ولد ولا بنت. هو انا ام؟ انتوا عملتوا فيها ايه؟ حرام عليكم، انا عايزه امشي من لا ما ينفعش تتحركي. اوعي. لا 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 اوعي. لا 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 لو سمحتي. اوعى مشوني من هنا. بليز بليز خليكي خليكي. ما تمشي، الحركة خطر عليكي دلوقتي. صداع. مشوني. دماغي. تعدي السنة دي وشوية الكوكايين دول ايه؟ هيبقوا كيلو واتنين. اهدى على نفسك، انا كل اللي بتقوله ده ما يخصنيش. انا عايز اعزل، وكل ما اقولك تقولي اصبري اصبري، انا زهقت. يا ولية زهقتي من ايه؟ لسه بقولك عايزين نلم ايدينا وبتاع. طب انت عارفة؟ ناقص تكة ونعوم في الملايين. ملايين ايه؟ انا عايزة شقة. شقة وهدوم وروشنة. يا ولية هتفرتكيهم. ده القرش بيجيب قرش. لا يا اخويا، القرش بيجيب الهنا، البحباحة. طب انت عايزة ايه دلوقتي؟ عايزة شقة مش زي دي، شقة واسعة وعفش حلو، وغير الدهب الصيني ده البس دهب. انا بقى عايز شوية حاجات، انما ايه؟ انت ما تعوزش حاجة خالص. جرايه وليه بتكلميني كده ليه؟ انا شغال عندك. اسمع كلامي يا راجل، احنا مش عايزين نبقى زي الفيران اللي عايشين في جحر، عايزين نقب على وش الدنيا، نعيش مع الناس الكويسين، فاهم؟ ولما تقفش تقفش؟ ما انت عمال خارج داخل خارج داخل. اتقفشت امتى؟ اللي بتعمله هنا اعمله هناك. ماشي
نبيع الحاجة وناخد فلوسها وبعد كده نبقى نتكلم. أنا أعدالك بقى لحد ما أشوف هتعمل إيه. هات الفلوس دي. خد. لا إله إلا الله. الله يرحمك. الله يرحمك يا أم صباح. كانت ست طيبة وعلى نياتها. بس بقى عملت فينا فصل الله يسامحها. هي اللي عرفتنا عليها وجابتها لنا لحد هنا. الله يرحمها ويحسن إليها. يا رب. بس عارف يا صلاح، لما شفت طارق بتاع المنيا ده وهو هيتجنن على ابنه اللي ضاع منه، افتكرت حالتي لما سرقتني وهربت. بس هو وضعه اكتر مني صراحه، عشان هي خلفت منه وخدت الولد. الحمد لله يا اخويا انك انت ما جبتش منها عيال. غارت غارت. ايوه الحمد لله. بس الناس اللي هي ضحكت عليهم في المنيا دول تقال قوي. طارق ده مليونير، واحنا قاعدين معاه في مدير امن اتصل ووصى عليه. عارف ده معناه ايه؟ معناه انها فجرة وقدر تلف الراجل ده هو كمان. لا لا مش ده قصد الكلام. هي هربت منه ليه؟ لما عبد العزيز كشفها في المنيا، زي ما هربت من هنا لما كوثر كشفتها. يعني ايه؟ مش عرفني يعني ايه؟ اديني بتكلم معاك وخلاص يا صلاح. بس يعني لو هي غاوية سرقة هتقعد مع الراجل سنتين؟ هو في حد ممكن يعمل كده غصب عنه صراحة؟ ربك هو اللي أعلم بالقلوب. ربنا يسامحنا جميعا. اشرب يا أحلام. تسلم. اشرب. لا حول ولا قوة إلا بالله. ان اوبن ريليشن شيب ده انا يعني يمكن انا بتكلم بجد وانا ما بهزرش. ايوه يعني ايه؟ يعني ساعات الكلام ده بيبقى عليكي وساعات وساعات على غيري. بالظبط. ايه رايك في اللوحه دي؟ حلوه. ده انت شايفني حلو قوي كده؟ كل الستات اللي تعرفهم بترسمهم؟ اللي بتعجبني. انت تعرف ستات غيري يا مختار؟ انزلي. ليه كل واحدة فيكوا تخش عليا دخلة أنا لازم أأممك؟ إيه أممك دي؟ يعني تحطيني في الحصالة بتاعتك؟ طب أنا أحطك في الحصالة بتاعتي، طول ما أنت معايا أنت بتاعي. ماشي. إزيك بقى يا جميل النهاردة عامل إيه؟ آه لا الجرح بتاعك بسيط وما فيهوش أي حاجة، إيه الدلع اللي أنت فيه؟ وإيه الخاتم ده بقى؟ حاولت أقلعهولك كتير وأنت كنت رافضة تقلعيه. شكله غريب الخاتم صح؟ اه ده يلا عشان ناكل بقى. لا ماليش نفس عشان خاطري. ليه بس كده ما تسمعي الكلام؟ مش طايقة ريحة الأكل. هاكل بعدين. ايه
عاجبك. طب هجيب كريم وارجع تاني اقلب. وانده لي الدكتور بقى. حاضر. اديني جيت لك اهو يا سيدي بنفسي. ازيك يا بهاء؟ ازيك يا ست؟ تاكل؟ لا مش هينفع كده. انت خلاص هتخرجي من عندنا، لازم تاكلي كويس عشان تشدي حيلك. هو انت قررت تخرجي يا بهاء؟ اه، هي مش محتاجه تقعد اكتر من كده. الجروح اللي عندها سطحيه وما ينفعش تقعد في المستشفى اكتر من كده. هكتب لها على شويه فيتامينز وخلاص. بس دي لسه مش فاكره اي حاجه خالص. اوكي، ده اثر الوقعه على دماغها، ولو في اي حاجه هنتابع مع بعض. هو انا لو خرجت من هنا هروح فين؟ ازيك يا عم رضوان؟ ازيك مختار؟ اخبار هيثم ايه؟ الحمد لله. بسلم عليك. سلم لي عليه. الله يسلمك. الله يسلمك. مش عايز حاجه؟ الله يسلمك. صوم طيب. يا مختار يا حبيبي وحشتني. كمان وحشتيني. عامل ايه؟ وحشتني يا حبيبي. عامل ايه؟ الحمد لله. يلا بقى عشان تاكل. وانا كل ما اكلمك في التليفون اقول لك انا جاي، تقعدي تملي السفره كده اكل. والله ببقى حامله همك في غيابك عني، واقول يا ترى كل امتى ولا ازاي؟ البلد كلها محلات اكل يا ماما. هو اكل الشارع ده برضو اكل؟ يا سالم تعال اخوك وصل. هو هنا؟ اه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا عم الشيخ؟ الحمد لله. مش عيب ما تسالش على اخوك الكبير. ازاي بقى؟ بسال عنك طبعا، وعارف انك كويس بفضل الله. بالاماره انك كنت مشغول مع مرات بيه لان خبط واحده بالعربيه. صحيح، هي عامله ايه؟ طب يلا نكمل بقى على السفره. مش عارف، دراعها اتكسر بس هي كويسه دلوقتي. طب الحمد لله. مراد اللي كان ميت كان عادي. طبعا ما مسؤوليه. نويني معلقة. طيب الله، انت بتحط سكر في الاكل ولا ايه؟ ما هو انت لو بتقول انك جاي قبلها اعرف اظبطك. تيجي تتغدى بكره؟ مش اكيد. صحيح، امسكي دول. فلوس ايه ده يا مختار؟ 5000 جنيه. بتوع ايه دول يا ابني؟ فلوسك يا امي. ايوه بس انا قلت لامك ما تاخدش منك فلوس. نعم. تصرف عليها ليه لما انت عايش بره البيت لوحدك؟ انا الحمد لله اقدر اصرف على البيت بنفسي. سالم، اوعى تكون فاكر انك كبرت عليا وهتمنعني ان انا ادي فلوس لامي. لا لا لا، هو ما يقصدش كده خالص، هو بس فرحان عشان مرتبه زاد وان هو يعني مش مخليني محتاجه حاجه. بس انا هفضل الكبير وبكسب قده 100 مره. ايوه بس انا فلوسي حلال يا مختار. اخلص قطع لسانك. اتجننت يالا؟ وانا بتاجر في المخدرات ولا بسرح نسوان؟ بتشرب خمره وبتعرف ستات وبترسم لوحات وكل ده حرام. سالم، انت مالكش دعوه باي حاجه انا بعملها، انت فاهم؟ مش انت اللي هتحاسبني. واوعى تتدخل ما بيني وما بين امي، انت فاهم؟ كفايه ان انا سايبها عايشه معاك. كمل اكلك يا ابني، كمل اكلك. انا شبعت. يومين يا مراد، يومين اكلمك ما تردش عليا. انت ناسي ان انا اختك الصغيره؟ يفيش جرى لي حاجه ولا محتاجه حاجه ولا عندي ازمه، اعمل انا ايه؟ لا بجد زعلانه منك. ازاي حضرتك؟ ازيك يا فردوس؟ اتفضلي العصير. ميرسي. عامله ايه؟ الحمد لله كويس. ماما اخبارها ايه؟ كلهم بيسلموا عليكي. الله يسلمك. مش محتاجين حاجه؟ شكرا، تسلمي. قهوتك يا مراد بيه. خليها هنا. اتفضل. كنت بقول ايه؟
انا زعلانه منك. ما خلاص بقى يا ليلى ما تزعليش، ما انا قلت لك حقك عليا، انا بجد كنت مشغول. عذر اقبح من ذنب. مشغول عن اختك بايه يا مراد؟ عملت حادثه، خبطت واحده بالعربيه. او ماي جاد، وماتت؟ ماتت ايه، حرام عليكي، يعني مجرد كدمات بسيطه وخلاص. خلاص بسيطه، نو بروبلم يعني. المهم انا عايزه 5000 يورو عشان مسافر لسانت روم، هقعد 3 شهور هناك. I need money urgently. حاضر، بكرة هحولهم لك في حسابك. ايه مراد؟ شكلك زعلان عشان طلبت منك فلوس. ليه بتقولي كده يا لالا؟ ما انا قلت لك حاضر. انا بس دماغي مشغول بموضوع الست اللي انا خبطتها دي. عادي يعني. ما تدي لها تعويض، تدي لها قرشين، اي حاجة يعني. ايه المشكلة؟ المهم سامح ابنك جاي؟ لا، لغى اجازته. أحسن حاجة عملها في الدنيا، حد يسيب كندا ويجي مصر. يجي يا ليلى. يجي عشان يشوف ابوه وانا اشوف حفيدي. ولا تاني في المانيا بقول له تعالى، بيقول اصل انا مشغول مشغول، تعالى انت. ليه يعني؟ انا مقطوع من شجره مثلا؟ مكتوب عليا اعيش لوحدي كده ماليش اي حد؟ ليه مراد بتقول كده؟ هو انا بسيبك خالص؟ امال انا قاعده معاك بعمل ايه؟ يلا I have to go now. أنا مسافرة بكرة طيارتي، هقعد 3 شهور. سيو، أنت مش عايزة أي حاجة؟ لا، تيجي بالسلامة إن شاء الله. ما تنساش تحولي الفلوس بليز يا مراد. حاضر. أوكي؟ حاضر. يلا حبيبي، ثانك يو. باي باي. باي باي. مالك؟ أنا تمام. مش تمام؟ أنا تمام. مش باين يعني. زهقت من المكان ده. تعالي نخلص الدرينكس دي ونطلع على عندي في البيت. أوكي؟ ازيك يا مختار؟ وحشتني. ازيك يا فدوى؟ عامل إيه؟ تمام تمام. ايه مفيش مره تقعد تتكلمني؟ سوري الفتره اللي فاتت يعني ملبوخ شويه. لا مش مصدقك، ما تيجي ترقص معايا. انت ايه الاوفر اللي انت فيه ده؟ المفروض اجي ارقص معاكي ويسيبني يعني ولا ايه؟ فيها ايه يعني؟ لا ده انت رخمه بقى. على فكره هو اللي يقول لي اذا كان يرقص معايا ولا لا. اختار انت، مش كنا عايزين نروح؟ اه يلا باي باي. زوج الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا فردوس، اسنديها لو سمحت. ألف سلام عليها. فردوس، داليا دي هتبقى ضيفتنا وهتمشي من هنا لما تخف. دي في عينيا يا فردوس. خلي بالك منها واعملي لها كل اللي هي عايزاه. ها؟ في عينيا ما تقلقش. اتفضلي. على مهلك. لحظة كده بعد إذنكم. أهي ساعة. كمان ساعة. لا في الطريق، في الطريق. أخليهم يستنوني يا ساعة. ماشي يلا سلام. ما تسيبنيش. بصي انا مضطر اروح المكتب على الاقل ساعه، بس اوعدك مش هتاخر. يلا نورتي، اتفضلي. مع السلامه. خلي بالك منها يا فردوس. ما تقلقش عليها. انت نورتينا. شكرا. على مهلك. مالك في ايه؟ ايدي ايدي بتوجعني. سلام عليك. استني بس. ايه البيت ده؟ ان شاء الله البيت حلو جدا. الفيلا عجبتك؟ قوي. هو انت اسمك فردوس؟ ايوه انا اسمي فردوس، وممكن تقوليه كمان يا دوسه. دوسه؟ بقالك كتير بتشتغلي هنا؟
يعني مش كتير قوي، 7 سنين. ما تقلقيش انت هتنبسطي معانا هنا جدا. مبسوطه؟ اه البيت حلو جدا، ومستر مراد ده راجل جنتي جدا، وكمان مامتي كانت شغاله هنا قبل. ما تقلقيش انت هتنبسطي معانا جدا. تيجي اوريكي اوضتك؟ انت حلوه برضو كده؟ حلوه دي هتجنن. طيب خليكي معايا عشان ممكن ازهق، ما بحبش ازهق. ما تقلقيش احنا على طول مع بعض ونتكلم وناكل. دي هتنبسطي. البيت حلو جدا يعني. انت كمان بصي كل دي الاوضه بتاعتك. بما ان الموافقات والتراخيص جت بدري شهر، عايزين بقى نستغل الفرصه دي وننجز، بس ننجز بحق حقيقي. الكلام ده معناه ان مشروع الكومباوند الاولويه عند كل واحد فينا. اختار. انا عايزك تخلص ملف التسويق عندك اسبوع. حاضر. مش اكتر من كده. حاضر. شركات النظافه والامن والصيانه يا استاذ عبد الحميد عايزين عودها تجهز اسرع من كده عشان نخلص يعني. امرك. أمنتي بقى يا مروة؟ أيوة فندم. ده بالنسبة لك هيبقى أول مشروع كبير هتعمليه للشركة، فأرجوكي عايز حاجات لطيفة مش تقليدية يعني، ورا الصندوق زي ما بيقولوا. هحاول يا فندم. طيب إحنا كده اجتماعنا خلص، الأسبوع اللي جاي في ميعاده ما لم يحدث أي جديد، ماشي؟ شكرا، تفضلوا. ما تمشيش يا مختار، أنا عايزك. ها؟ حاضر. أستاذ مختار الشغل كله عطلان بسببك. بسببي أنا؟ ليه كده بس؟ مش احنا المفروض قلنا نقعد مع بعض علشان نختار تصميمات البروشورز؟ يا ستي انا موافق على اي حاجه تختاريها. لا يعني برضو لازم نشارك بعض في الراي وكده. في الراي بس؟ اختار. ها؟ انا عايزك. حاضر. بعدين. اه طب ايه اللي انت لابسه ده يا مختار؟ ايه مال؟ انت عارف ده بكام؟ ما علينا. انا عايزك تيجي معايا حفله الوزير. حاضر. بس مش تيجي لابس كده، هيبقى فيه ناس مهمين وبتاع، انا عايز تيجي لابس بدله محترمه. ينفع اجي لابس صندل؟ مش طريق يا مختار. اخبار الضحيه بتاعتك ايه؟ لا خرجت النهارده من المستشفى وعندي موجوده في البيت يعني. لسه مش فاكره اي حاجه؟ بس هتفتكر ان شاء الله. يا ريت يا مختار يا ريت. بعد اذنك يا مستر مراد هسلم لسعد مفاتيح المكتب النهارده. خلاص مصممة لازم تمشي فعلا. اه يا سيدي هتتجوز. الف مبروك يا ايمان. ميرسي يا مستر مختار عقبالك. لا مختار مش هيعمل كده ابدا. ايمان ابعد على الحسابات، انا عملت لك مكافأة. الف شكر يا مستر مراد، مع السلامة. اتفضلي. انت مش هتقوم تغير بقى ولا ايه؟ مش هتتجوز بقى مراد. سيبك مني انا. قوم ونلحق الميعاد بالمظبوط. ها؟ احنا كده اجتماعنا خلص، الاسبوع اللي جاي في ميعاده ما لم يحدث اي جديد، ماشي؟ شكرا، تفضلوا. ما تمشيش يا مختار، انا عايزك. ها؟ حاضر. استاذ مختار الشغل كله عطلان بسببك. بسببي انا؟ ليه كده بس؟ مش احنا المفروض قلنا نقعد مع بعض علشان نختار تصميمات البروشورز؟ يا ستي انا موافق على اي حاجه تختاريها. لا يعني برضو لازم نشارك بعض في الراي وكده. في الراي بس؟ اختار. ها؟ انا عايزك. حاضر. بعدين. اه طب ايه اللي انت لابسه ده يا مختار؟ ايه مال؟ انت عارف ده بكام؟ ما علينا، انا عايزك تيجي معايا حفله الوزير. حاضر. بس مش تيجي لابس كده، هيبقى فيه ناس مهمين وبتاع، انا عايز تيجي لابس بدله محترمه. ينفع اجي لابس صندل؟ مش طريق يا مختار. اخبار الضحيه بتاعتك ايه؟ لا خرجت النهارده من المستشفى وعندي موجوده في البيت يعني. لسه مش فاكره اي حاجه؟ بس هتفتكر ان شاء الله. يا ريت يا مختار يا ريت. بعد اذنك يا مستر مراد هسلم لسعد مفاتيح المكتب النهارده. اه خلاص مصممه لازم تمشي فعلا؟ اه يا سيدي هتتجوز. الف مبروك يا ايمان. ميرسي يا مستر مختار عقبالك. لا مختار مش هيعمل كده ابدا. ايمان ابعد على الحسابات، انا عملت لك مكافأة. ألف شكر يا مستر مراد، مع السلامة. اتفضلي. أنت مش هتقوم تغير بقى ولا إيه؟ مش هتتجوز بقى مراد. سيبك مني أنا. قوم ونلحق الميعاد بالمظبوط. ها؟
في جروب من صحابي خدوا الخمسة جرام كلهم مرة واحدة، ودول 22,500. عسل 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 عسل. انت دلوقتي بقى تعوزي اظن 5 جرام مش هينفع. 10. طب ما تخليهم 20، اديك شايف الخمسة اتباعوا في منت. نو 10. طب دلوقتي هو انت بيطلع لك كم في الجرام؟ 500 جنيه. حلو، وانت بتاخد مني الجرام ب2.5. اوكي، يعني انت بتبيع ب3؟ What's wrong with you؟ ايه رج دي؟ يعني انت ايه مشكلتك دلوقتي يا راشد؟ يا راشد انا ما عنديش مشكلة، بص خد ادي 10 جرام، لما تبيع 5 لك اخوك والنبي لان انا بكح تراب. يلا لا اله الا الله، خد بالك من نفسك اما توصل لنيلي. انت كويس؟ ايه؟ طب طمين. اوكي يا راشد اتفضل. سلام. سلام يا راشد. قلت لك الوزير ما بيشربش يا ابني. يا انا كنت جعان قوي. الله يكون في عون سيادتك، اكيد بتنسى تاكل. والله يا مختار انا ما فطرت. والله يا معالي الوزير انا مش عارف اشكرك ازاي على الموافقه بتاع المستخلصات دي، جت في وقتها، اشكرك جدا فعلا. ترى يا راجل انت، ده احنا اخوات. طبعا احنا اخوات يا شفيق. احنا شغلنا مظبوط يا جماعه. بس هو بس معالي الوزير بيوفر عليا موضوع الوقت عشان ما يفهمونيش غلط يا باشا. وبعدين يعني هبقى عبيط لو ما استغلتش انه اعز اصدقائي وزير ولا ايه؟ عايز اقول لك انك قريب قوي مش هتحتاج تستغلنا يا مراد. تحب بقى تسمع الخبر المفيد يا مراد؟ خبر ايه؟ اسمك بيتردد بقوه في الدوائر السياسيه. وده مش بدعم مني لوحدي طبعا. يعني ممكن قريب قوي نبارك لك على الحقيبه الوزاريه. سامع معالي الوزير بيقول ايه؟ يعني انا لو بقيت وزير هتبقى مدير مكتبي. هو البس لك بدله بقى واقعد على مكتب من 9 ل 5؟ لا لا هتعمل كده. بعد اذنكم. اي فردوس. مساء الخير يا مستر مراد. انا بجد اسفه جدا اني بزعجك دلوقتي. بس انا عايزه ابلغك ان داليا هنا مش راضيه تاكل. دي غلبتني بس عشان تغير هدومها. هو انت مش اشتريتي لها هدوم؟ لا لا ما تقلقش خالص، انا نزلت وجبت لها هدوم. بس هي عايزه تنام من غير ما تاكل. انا بصراحه مش عارفه اعمل معاها ايه. خلاص يا فردوس ليه تنام دلوقتي؟ انا لما هاجي هتصرف. انا في اجتماع مهم يا فردوس. خلاص مع السلامه. عن اذنكم يا دقيقه. انت رايح فين؟ دقيقه واحده وجاي. قول يا مراد، هو ليه فيلا في الكومباوند الجديد ولا لا؟ الكومباوند؟ وصاحب الكومباوند تحت امرك يا معالي الوزير. تحاول تقول لي خبر حلو زي ده وانا هفض لك طلب. ايه يا شفيق؟ ايوه جبت العربيه؟ 5 minutes. اوكي. لو احمد اتاخر انا ممكن اوصلك. هو حضرتك بتشتغل سواق بعد الظهر؟ لو واحده زي القمر انا بشتغل اي حاجه. مختار ناصر. وانا مالي؟ لا وانا مالي ايه؟ انا سايب ترابيزه عليها وزير علشان اجي اتعرف عليك. شفيق الجمال، شفتك قاعد معاه. انا لسه مالي بايدي. شهيرة القطيف. رايحه فين؟ مش هتقدري تمشي دلوقتي. ليه بقى؟ اولا احمد لسه ما جاش. ثانيا شكلك بنت محترمة وبتفهم في الأصول، ما يصحش واحد واقف بيتكلم معاكي ما بيعملش حاجة غلط تسيبيه وتمشي. أحمد اتصل. أي أحمد وصلت خارجة حالي. استني بس، أنا لو عايز أشوفك تاني أو العكس هنعمل إيه؟ لا ما أظنش هينفع. تليفونك؟ همشي.
امري ما عليك يا سعاده الباشا. اتفضل يا فندم اتفضل. بالهنا يا باشا. ازيك يا علي عامل ايه؟ الحمد لله. انت متجوز مش كده علي؟ ايوه يا باشا. عندك اولاد؟ خير يا باشا، هو في حاجه حصلت؟ مبروك يا علي، بكره هتخرج لمراتك وربنا يكرمك باولاد. انا مش فاهم حاجه يا باشا. انت هتخرج في عفو ثوره يوليو، انت مش قضيت اكتر من نص المده؟ حصل يا باشا، ثوره يوليو اللي هو ده الشهر اللي جاي. اه يعني انا خلاص هخرج واشوف الدنيا. في شويه اجراءات بتتم، سميها برنامج تاهيلي، يعني ان شاء الله كده بعد شهرين. انا رشحتك للعفو ده بعد ما اتاكدت ان انت بقيت راجل رياضي ونزلت كرشك وبقيت صناعي قد الدنيا. عايزك لما تخرج من هنا اشتغل بالصنعه اللي انت اتعلمتها، الصنعه اللي انت اتعلمتها، تاكل من وراها الشات، تستقيم ومبطل شقاوه. حاضر يا باشا. شقاوتي يا باشا؟ ده احنا على باب الله. مش عايز اشوفك هنا تاني. والله ولا انا يا باشا. مش القصد، يعني انا ممكن اجي بس عشان اسلم عليك. ولا عايزك تيجي تسلم عليا. حاضر يا باشا. حاضر. انا مش فاهم اي حاجه من السايكايترست ده يا بهاء. يعني ايه مش فاهم؟ هتفتكر امتى؟ الدكتور يقصد ان المرجعيه الطبيه للحالات اللي زي دي قليله جدا، وبالتالي مفيش اي معايير محدده نقدر نتوقع بيها تطور الحاله. يعني ايه؟ انا هفضل كده مش فاكره حاجه عن نفسي؟ انتوا لازم تلاقوا لي حل، ما هو اكيد في علاج. قول له يخليني افتكر تاني، ما انا مش عارف اعيش حياتي كده. عايز افتكر حاجه يا دكتور. انت كل حاجة في حياتك غريبة كده؟ اشمعنى؟ يعني
بيتك، سرير الغابة اللي انت نايم عليه ده. تحبي تجربي؟ لا اخاف اقع. ما انتي وقعتي واللي كان كده. انت عارف اول مرة شفتك من شهر قررت ما اعملش كده، وانا اول مرة شفتك قررت اني لازم اعمل كده. انا مش قادرة اصدق ان انا في بيتك. يا ترى انت بتقول علي ايه؟ نفس اللي قلت عليكي اول ما شفتك، ست جميلة قوي وعجباني قوي. انت تعرف ستات غيري كتير صح؟ مش كتير. بصي انا ممكن ارتبط بواحده بس، وممكن كمان اتجوزها، بس لازم اكون حاسس اني عايز اعمل كده. فهمتي؟ ودلوقتي حاسس بايه؟ دلوقتي انا حاسس اني جعان. مبروك يا حبيبي. كفارة علو. الف مبروك يا حبيبي. يبارك فيك يا اسطى. شكرا. اللص بتاعك. مبروك يا علو. مبروك يا علي يا جامد. الف الف مبروك. مالك فيه؟ عم خضيته. ايه؟ مال؟ خلف. اللي حاسس بيه ده غريب قوي. حاسس بيه؟ حاسس اني خايف اخرج من هنا. يا راجل. وانا اصدق بقى. انت مش مصدقني. طبعا. يعني في خناقة جوه دماغي. طب وعلى ايه الخناقة دي كلها؟ على اللي حعمله بره. اه فهمت. يعني تخرج علي روي ولا اللوسط علي؟ طب يا ترى بقى تخلص على ايه الخناقة دي؟ مش فاهم. يعني انت عايز ايه؟ عايز ارجع زي زمان. علي روي. وفي نفس الوقت خايف ارجع للسجن. كل اللي ليا بره ولاد كلب شياطين اتغيروا، وانا برضو اتغيرت. ويا ترى اتغيرت بقيت ايه؟ بقيت بخاف. طب ما ده حلو. نخاف سلم يا علوة. نخاف سلم. هي كده. نخاف سلم. بسم الله ما شاء الله. اتفضلوا يا معواد. سموا وادخلوا برجلكم اليمين. اتفضلوا اتفضلوا. هنا المطبخ مفروش وسوبر لوكس يا مدام، اما هنا الحمام وبرضه سوبر لوكس يا مدام، وتحت في اتنين حمام. اتفضلي يا مدام اتفضلي. اما هنا في الدور التاني ثلاث اوض ما شاء الله كبار شرحين وبرحين هواهم يرد الروح. اما بقيه الشقه يا مدام زي ما انت شايفه ما شاء الله كل حاجه فيها، مش محتاجه اي حاجه. واهم من ده كله ربنا يجعلها عليكم ادم خير، فيها كمان دفايه ما شاء الله يا مدام، مش هتحتاجوا فيها باذن الله حاجه. ها قلت ايه يا مدام؟ حلوه. اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام. حلوه قوي والله. بس قول لي يا اخويا، هو ال 6000 جنيه دول ما يتهزوش شويه؟ لا يا مدام ماليش فيه، صاحبها وعاوز كده. طب خلاص ماشي. عادي ليه؟ تأمرني بأي خدمة تاني؟ تأمرني بأي خدمة تاني؟
لا ما تحرمش. شكرا. فكوها ب 100. ها؟ فكوها ب 100. اهو بالمره استناكم بره وتضحكوا، تكونوا خدتوا راحتكم في الشقه. بقول لك ايه؟ ما تيجي معايا نروح عند الكوافير تعمل شعرك كرياتين زيي عشان تليق على الشقه. يا عادل بيه. عادل فكر شحاته. وانت كمان لازم تفكري ليك في اسم كده، نغم، ندم، اي حاجه. وانا اعمل كده ليه؟ هربانه من اعدام ولا هربانه من اعدام؟ يا وليه يا واطيه. ايه ده؟ ما مأجرين شقة الخيل؟ ايه كل ده؟ ها، ايه الأخبار النهاردة؟ أنا كلمت دكتور بهاء وقال لي إن إيدك خلاص بقت زي الفل وممكن كمان نوقف المرأة. طب إيه رأيك؟ أعمل لك بقى سندوتش، أنت بقالك يومين ما أكلتيش. سندوتش واحد بس. طب بلاش ساندويتش، نشرب عصير؟ معلش انا لما احس ان عايزه اشرب اشرب، مفيش نفسي دلوقتي. طب قولي لي، طيب انت ايه اللي مزعلك؟ انا زعلانه، انا خايفه. خايفه من ايه؟ ما اعرفش والله، ما اعرف. يحصل لي واللي ممكن يحصل لي، حاسه اني تايهه. طب احكي لي، فضفضي لي، احتمال ترتاحي. ما اعرفش، انا في حاجه غاليه ضاعت مني وقلبي بيوجعني عليها. ايه هي الحاجه دي؟ احكي لي عليها. مش عارفه والله، ما اعرف. طب بصي بقى، مراد بيه اللي انت قاعده عنده في البيت ده راجل طيب جدا 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 وغني قوي كمان، وهو يعرف ناس مهمين قوي في البلد واصحابه كتير جدا ومهمين. يعني انت لو عندك اي مشكله مهما كانت كبيره قوليها له وهو هيحلها لك بمكالمه تليفون واحده. ما اعتقدش الحاله اللي انا فيها حد يقدر يحلها. انا زي اللي كان طاير في السماء وفجأة وقع على الأرض، مش عارف وقع ليه ولا عارف يطير تاني. انت كده حيرتيني معاكي، أنا مش فاهمة منك حاجة. طب بصي بقى، أنا لازم أقوم دلوقتي، انت لو عوزتي أي حاجة أي حاجة ناديلي بس. هذه يا ست الشركة، احنا كده وصلنا. وصلنا هي دي؟ تفضلي.
الله ده هنا اهو، تعمل ايه في ورقه يا ولد؟ صباح الخير يا استاذ مراد. داليا ده سعد السكرتير بتاعي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا استاذ داليا، منوره يا فندم. شكرا. مختار فين امال؟ والله يا فندم لسه ما وصلش. طيب هاتوا لي انا قهوه وهاتوا لداليا عصير برتقال. اوكي حاضر. لا انا عايزه شاي بلبن. شاي بلبن؟ حاضر. انت فين يا مختار؟ انت لسه نايم؟ لسه نايم. الساعة كام؟ الساعة 12 الظهر يا حلو. خلصت الماركتنج بلان؟ خلصتها. سبتها لك مع سعد امبارح. يعني انت مش جاي الشركة ولا ايه؟ جاي الشركة ليه بقى؟ ما عندنا شغل يا بني ادم. عارف انك بتبقي زي القمر اول ما بتصحي؟ بتتكلم مين؟ مين شكله زي القمر؟ لا لا مش انت. الحفيد عامل نسكافيه. نسكافيه؟ هات النسكافيه وتعالى يا حلو. ما تنساش ميعاد الساعة 9 ميعاد الحفلة. لا مش فاكر انهي حفلة. حفلة سيادة الوزير يا بني ادم. ماشي. لا سلام. اختار ده ابني التالت اللي انا ما خلفتوش. تالت؟ هو انت عندك ولاد؟ انا عندي ولدين فعلا. ده سامح متجوز وعايش في كندا ومخلف بنت. ما شاء الله. وده هاني متجوز وفي المانيا وعنده ولدين. ما شاء الله عيلة حلوة. يعني انت جده على كده؟ وما بشوفهمش بقالي 3 سنين تخيلي. ليه بس؟ زي ما انت شايفة انا مشغول طول الوقت وهم كل واحد ملهي في حياته. معلش. تعال يا سعد. ده الملف الخاص بخطة التسويق. سيبوه لك امبارح مستر مختار قبل ما يمشي. طيب انا برضو كنت طلبت الملف بتاع تراخيص ارض العين السخنه، جهزته ولا نسيته؟ انا اسف يا فندم، بس بصراحه بعد ما امان ما مشيت وسابت الشغل يا فندم بقيت مش ملاح يا فندم، بقالها شهر خلاص شهر خلاص وانا خلاص خلاص يا سعد خلاص روح خلص الملف. خلاص عن اذنك. ما انا استلم هنا وابقى السكرتيره وسعد سعد. وانت هتقدري؟ اقدر. اقدرش ليه؟ اقدر بس انا مش عارف حتى انت خريجه ايه، اشتغلتي قبل كده ولا لا؟ انا كمان يعني مش فاكره حاجه ولا اعرف انا اصلا اعرف ايه بالظبط، بس اجرب ويمكن يعني. طب بصي انا موافق بجد. بكره هتيجي معايا حفله وهيبقى ده اول ظهور رسمي ليكي كسكرتيره خاصه ليا، ايه رايك؟ حفله؟ بس انا ما عنديش يعني لبس يليق على حفله وكده، انا ما عنديش غير الكام حاجه اللي انت يعني مشكور جبتهم لي. بسيطه جدا، احنا هنشرب قهوه وهننزل نجيب احلى لبس يليق بالشغل الجديد، ايه رايك؟ ماشي موافقه. شكرا قوي. تمام. مش احلى منك. مش هتقولي بقى ايه موضوع الحفلة اللي انت كنت ناسي تروحها دي؟ حفلة عاملها الوزير شفيق جمل
ومراد مصمم ان انا اروح. مراد ده صاحب الشركة؟ اه بس انا يعني مش بشتغل عنده، هو صاحبي. ده صغير بقى. لا هو كان صاحب والدي الله يرحمه، وزي ما تقولي كده بناي. طيب مش هتقولي بقى ايه حكاية المكان الغريب اللي انت عايش فيه ده؟ المكان ده حكايته حلوة. كنت معدي من جنب الأرض دي، عجبتني جدا فأقنعت صاحبها إن هو يبقى هالي، ومن ساعتها بقى وأنا كل شوية أبني حتة من البيت، أوضة أوضتين كده يعني، لغاية لما بقى زي ما أنت شايفة كده، على أمل إن أنا أجيب أمي وأخويا. بس طبعا مش كل حاجة نفسك فيها بتعرف تحققها. وإيه اللي منعك؟ ما تجيبهم يا شوماك. لا موضوع يطول شرحه. الساعة كام؟ أنا لازم أنزل كمان ساعة. أنا بقول نستثمر الساعة دي في إن أنا وإنتي نتعرف على بعض أكتر شوية. لا أخاف. تخافي؟ وانت ما خفتيش امبارح يا اصل؟ بصراحه انت غير اي حد انا عرفته قبل كده، انت بجد مختلف. ما الناس كلها مختلفه. انا مختلف ازاي؟ اقول لك. مين بقى اللي انت رايح معاه النهارده الحفله؟ اه واحده مختلفه خالص عنك. عرفتي منين ان انا رايح الحفله مع حد اصلا؟ انت لو رايح لوحدك اكيد هتقولي تعالي معايا. احتمال بس مش اكيد. اسمها ايه؟ نجوى. اه والله. اوصفها لي. مختلفة عنك تماما. شفتي بقى؟ ضيعتي 10 دقايق، فاضل 50 دقيقة ولغاية دلوقتي أنا وإنتي أسامي بس. أنت بتضحكني. طب أعمل إيه؟ أعيط؟
Thank you, Yasmin, for all the efforts you've been doing throughout the period. Please don't mention it. It's been my great pleasure working with you. Anyway, tell me, so how long have you been speaking the language? How long? Actually, as you know, I still can't remember anything about my past. I understand. But it seems I've been speaking this long time ago. All right. Thank you. Yes, Sarah. Hi, how are you? I'm fine. How's your student? Oh, she's brilliant. بجد هايلة. Great, great. I'm proud of her. Yes, we all are. طبعا ما كنتش عارف الكلام ده من غير ياسمين. ابدا. على فكرة انا بقالي سنين ما شفتش حد عنده قدرة الاستيعاب اللي عندك. ميرسي. Anyway, we're done for today. Thank you, Dahlia. Thank you. We'll chit-chat later on and I'll excuse myself. All right. Okay. Thank you, Yasmin. Thank you, Yasmin. Thank you. Bye. عجبتك؟ عجبتيني؟ جدا جدا جدا. ميرسي. على فكره انا مسافر باريس بعد كام يوم كده. اجي معاك. بصي والله انا فكرت اخدك معايا بس فجاه افتكرت انت لا عندك لا باسبور ولا حتى بطاقه. اه ازاي نسيت المصيبه اللي انا فيها؟ انا ما كانش قصدي ازعلك. لا انا ما زعلتش، انا بس افتكرت. افتكرت ايه؟ افتكرت اني يعني تايهة بين دنيتين، اللي فات ومش فاكراه ومش عارفة أوصله، واللي أنا فيه دلوقتي وبرضه مش عارفة أعيشه. لا 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 لا، أنت مش لازم تفكري بالطريقة دي خالص. أنا مراد الجرحي أقدر أعمل حاجات كتيرة جدا. يلا قومي جهزي عشان نروح للشركة. آه يلا. كده يبقى اتفقنا ومش فاضل غير امضة مراد بيه. زمان وصل. هو انا ممكن اسألك سؤال؟ ممكن طبعا. هو انت مرتبط؟ يعني ايه مرتبط؟ يعني مرتبط يعني في واحدة في حياتك؟ في كذا واحدة في حياتي بس أنا مش مرتبط. يعني إيه؟ مش فاهم. أنا بكل وضوح وصراحة بعمل علاقات لأسباب مختلفة. في واحدة بعرفها علشان ذكية بتفهم، في واحدة بعرفها علشان مثقفة، في واحدة بعرفها عشان اسمها حلو، في واحدة تانية بعرفها علشان دمها خفيف كده يعني. وعلى كده بقى انت تعرف كام واحدة؟ هو انا لازم اعدهم؟ تهيألي يعني المفروض تعرف ارتبطت قد ايه. قد ليه؟ هو انت بجد عمرك ما قابلت واحدة وحبيتها؟ انا عمري ما عرفت واحدة في حياتي الا وحبيتها بصراحة. طيب. ها ها ايه؟ قلت ايه؟ قلت ايه في ايه؟ نعمل علاقة. علاقة ايه وابقى واحدة من الحريم بتوعك دول؟ اللي انا مش فاهمة انت بتتكلم ازاي؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ انا مش قادرة استوعب بصراحة يعني. حاجة غريبة.
جايبني من المنيا عشان اجاوب تاني على نفس الاسئله اللي جاوبت عليها 100 مره قبل كده. ايوه يا استاذ طارق، عسليه دي محكومه لها ب 10 سنين سنه سجن غيابي ومتهمه في 3 قواضي، نصب واحتيال وتعدد ازواج وسرقه. دي السرقه دي اللي هي سرقه دهب بفلوس يا باشا ولا هي سرقه حد تاني؟ ايوه محروس، مش انت عامل لها محضر سرقه؟ اه. طب هو ده المحضر. علي عبد التواب اسماعيل خرج النهارده من السجن، ده المفروض جوز اخت عسليه. لما تعددت الاتهامات حوالين عسليه احنا دورنا عليها هي واختها، وللاسف ما لقيناهمش، بس اعتقد علي ده خد كويس ان هو يوصلنا ليهم. حضرتك تقصد ان ممكن عسليه واختها يبقوا على اتصال بيه؟ ممكن طبعا، المساجين بيتكلموا في السجن عادي، واحنا كده كده مراقبين علي. يعني انتوا يا باشا راقبتوا المكالمات بتاعه علي دي جوه السجن؟ لا طبعا، لان الاتصالات دي بتبقى غير رسميه واحنا ما لناش سيطره عليها. احنا اللي حضرتك بتقوله ده مجرد احتمال. اكيد. بص يا استاذ طارق، كده كده انت متوصي عليك، والتوصيه دي مكلفاني ان انا اطمنك واقول لك ان القضيه لسه شغاله وما اتقفلتش، واحنا شغالين عليها وبنحاول نوصل لعسليه. طب يا باشا الاستاذ طارق في ناس موصيه عليه، انا محدش موصي عليا، وبقالي سنتين ونص بيتي مخروب وانتوا لسه ما لقيتوهاش، اعمل ايه؟ استاذ محروس، البلد اللي احنا فيها دي كبيره قوي وزحمه قوي، وزي ما عسليه قدرت تعمل كده في اسكندريه وفي المنيا اكيد وصلت لناس تانيه دلوقتي وبتعمل معاهم نفس اللي حصل معاكم انتوا الاثنين. احنا دلوقتي بنتابع علي وبنتمنى ان احنا نوصل لحاجه. الموضوع متوقف لان يحصل لها حادثه، يحصل اي حاجه توصلنا ليها. الموضوع في الاخر يا جماعه مبني على المصادفه. انا اسف ان انا صريح معاكم. يعني ايه؟ مفيش اي حاجه في ايدينا نعملها؟ ده يا فندم شيك اخر دفعه للمقاول اللي هيعمل وجهات ب 20 مليون جنيه. ده بقى يا فندم شيك الدفعة مقدمة لشركة سيارة ب 10 مليون جنيه. اتفضل. خلي الأستاذ عبد الحميد يكلم البنك ويسأل على الشيك بتاع عمل المقصة دوت واقف. اوكي. وخليه يرد عليا النهاردة. حاضر يا فندم. تقوم بحاجة تانية؟ اتفضل. معلش. أنا طلعت زيك. أنا كويس. بص انا عايز منك دولارات. دي مليون على الاقل. لا ما الحساب الدولاري فاضي. انت هتصرف بقى يا طلعت. يا سيدي خد الكوميشن اللي انت عايزها، المهم الفلوس دي تكون عندي انا الاسبوع اللي جاي بكتير. ها ميرسي يا طلعت، شكرا، تحياتي. ايه مالك؟ ولا حاجه، مركزه معاك. عندك فلوس كتير ما شاء الله، بقالي ساعه بسمع 10 مليون و20. هو انت معاك كام؟ طب انت متخيله ممكن يبقى معايا قد ايه فلوس يعني؟ انا ما اعرفش، 100 مليون مثلا؟ نعم، اكتر من كده شويه، شويتين ثلاثه كمان. طيب انا عايز اسالك سؤال، هي الفلوس دي مخليك مبسوط؟ ده سؤال صعب جدا يا طارق. بصي انا اتولدت غني. الشركه دي ورثتها عن ابويا، كبرتها. بس انا عمري ما حسيت ان انا كنت محتاج الفلوس يعني. بس برضه ما جاوبتش على السؤال. مخليك انت يعني كشخص من جواك مبسوط؟ معرفش. أنا كل اللي أنا أعرفه إني مفيش أي حاجة شخصية كده بعملها لنفسي مخلياني سعيد. يعني أنت مثلا لو معاكي فلوس ممكن تبقي سعيدة؟ أنا كمان معرفش، لأني أصلا مش فاكرة إذا كنت غنية ولا فقيرة. برضه مش عارفة أجاوب على السؤال ده. طب تعالي نجرب حاجة.
تطلبي مني اي حاجه، اي حاجه مهما كان ثمنها وانا هنفذها لك، وتعالي نشوف هتبقي سعيده ولا لا. نفسي في ايه؟ نفسي اعيش عيشه ابقى مطمنه اني لو في يوم من الايام صحيت من اللي انا فيه ما تروحش مني.